السلام عليكم. اليوم نروح نتجول على ضفاف واد الحراش على مستوى منطقة المحمدية، يعني بالقرب من صابلات، وهنا نشوف مقابل الجسر نتاع طريق سيار الدار البيضاء، وهذه المدرجات اللي راهي على ضفاف واد الحراش من جانبين، هي يعني شيء جميل جدا لو تم يعني تهيئة الضيفات تاع واد الحراش بهذا الشكل، يعني على طول المدينة تاع الحراش خاصة في الوسط المدينة، يكون يعني لو كان يعني تهيئة بهذه الطريقة شيء رائع. وكذلك نشوف بأنه هذا المدرجات قد تلائم في تنظيم منافسات نتاع الزوارق نتاع بالمجادف، شيء مليح يعني يكون فيه يعني هذا المدرجات من الجانبين، وحتى يعني العرض نتاع الواد عريض بما فيه الكفاية باش ننظموا منافسات في مسابقات بالزوارق بالتجديف، شيء مليح. نشوف هنا العرض نتاع الواد نتاع الحراش يعني كبير، فيه امكانيه لتنظيف هذه النوع من المسابقات، والمدرجات موجوده يعني من الجانبين. الان نزيد نروح باتجاه ما يسمى بحي ديال الجماعه، نشوف العمارات تبان ملهيه تاع ديال الجماعه اذا، ونشوف انه اللهنة التهيئه انتهت يعني كلها. نزيد نمشي ونتقدم ونشوف على طول يعني المكان هذا، ونعطي ملاحظات اذا كان فيه ملاحظات. يعني الفيديو هذا مطول شوية، في 10 دقائق، نتمنى تصبروا معايا ونشوفوه إلى النهاية. وكذلك نعاود نذكر يعني بالمناسبة، بما أننا عندنا الوقت باش نتكلم في أمور، ماذا بيا لو يعني تتكرموا باللايكات في الفيديوهات نتاعي لمساعدتي في يعني هذه الفيديوهات للانتشار أكثر، وكذلك وخاصة لي يعني نتمكن هذه الفيديوهات توصل للمسؤولين على أعلى مستوى، وتصدت يعني توصل لذوي الأمر، يعني فيه ملاحظات كثيرة إيجابية ومفيدة، ماذا بينا هذه الملاحظات يعني وفي اقتراحات كذلك كثيرة، ماذا بينا هذه الاقتراحات توصل للمسؤولين والنافذين اللي يعني نحسن الأمور. إذن شوف هنا زربنا الفيديو لأن المسافة طويلة، إذن زربت الفيديو 4 مرات باش نتجاوز هذا المكان هذا. إذا إن شاء الله ديروا لنا لايكات في الفيديوهات كل ما تسمح الفرصة. وهنا نشوف نقترب من الجسر العملاق، هذا جسر نتاع جامع الجزائر، واللي كما قلناها مرارا وتكرارا يوصل منطقة جامع الجزائر بشارع طرابلس، وكذلك بما يخص الرائحة تاع الواد الحراش في المنطقة هذه. أنا راني في الطريق هذه، أنا اللي راني نصور، راني قريب جدا من ضفاف، فالرائحة باه نقول لك رائحة ما كاش كامل، أنا أكذب، لكن الرائحة في الحقيقة هي قليلة جدا، ويقدر الإنسان يمر من هنا بإرياحية، مش قوية الرائحة، مش قوية كتير.
بعدين هنا نشوف يعني تهيئة تعتبر رديئة نوعا ما، وخاصة وأنه فيه نقص يعني ما فيش صيانة. هنا نشوف بعض القنوات اللي تاع الرمية يعني المياه داخل الواد، وكذلك كما قلنا التهيئة تعتبر بسيطة جدا وما كاش صيانة. المشكل ما كاش صيانة لأن المنطقة هذه عندها تقريبا ربما عام أو عامين منذ أن تم تهيئتها، ف يعني بدون صيانة أكيد أنه الأعشاب سوف تغزو المكان. وهنا نقترب من الواد، نقترب من الجسر نتاع طريق جيش التحرير، وكذلك الجسر نتاع التراموي. هنا في الحقيقة فيه ثلاثة جسور، هنا نشوف الجسر الأول هو جسر طريق السيار، ومن هنا نرى الجسر نتاع جديد هذا يعني. وكذلك نشوف أنه الجسر هذا اللي في الوسط، الجسر نتاع الوسط هو الجسر القديم الذي يعود إلى فترة استعمارية، ونشوف يعني الشكل ديالو جميل جدا مقارنة بالجسور التي بنيناها نحن في الجزائر. فهنا الجسر شكل جميل وفيه جهد لإعطاء مزيد من الجمالية، ولو هو جسر لابد المراعاة نتاع الجانب الجمالي من حيث التصميم والشكل الخارجي. ثم الجسر الثالث وهو الجسر أبشع من الجسور اللي شفناهم، وهو جسر ميد جسر تاع الترامواي، وهو جسر مكون من الحديد شارفونت ميكس حديد وخرسانة. إذن هذه هي الوضعية نتاع التهيئة في هذه المنطقة. ونعود نرجع لأنه لو كملنا باتجاه الحراش فالتهيئة ما زال ما لم تكتمل وما زال فيها أشغال، ويكون فيه موضوع تاع فيديو آخر إن شاء الله من جهة تاع مدينة الحراش. إذن نكتفي بهذا القدر، ونخليكم تتابعون ما تبقى من الفيديو، وما تنسوناش باللايكات الله يجازيكم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.